ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نستقبل اتصالات إخواننا وأخواتنا. استقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا مولانا؟ أهلا وسهلا. جزاك الله عنك كل خير يا مولانا. أحبك كثير بالله. الله يبارك فيك. أحبك الذي أحبتني فيه. أنا مبسوط كثير كثير لأني سمعت صوتكم. الله يرفع قدرك. وبحمد الله لأني سمعت صوتكم. أعزك الله. سيدي الشيخ محمد حسان، بطلب منك الدعاء بالثبات ودعاء بقضاء حاجتي. يا رب أسأل الله أن يقضي حاجتك وأن يثبتني وإياك على الحق. آمين. وأنا بقول لك شكرا كثير كثير. إحنا من زمان نحب الله بنحب النبي، بس أنت علمتنا كيف نحب الله والرسول. الله أكبر. الله أكبر. ألو. أي أسمع حضرتك. نعم. علمتنا كيف نحب الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. جزاك الله كل خير. آمين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب لله ولرسوله مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، أهلا وسهلا. الشيخ محمد حسن. نعم. إزيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. إني أحبك في الله يا شيخ والله. أحبك الذي أحببتني فيه. أنا يا شيخ يعني نفسي حضرتك تسمعني كده في بعض الحاجات اللي أنا عايز أقولها لحضرتك يعني. تفضل. أولا الحمد لله أنا كنت مدخن وبطلت التدخين إرضاء لله عز وجل، وإن شاء الله نصرة إخواننا في غزة، وحسيت إن ربنا يعني كرمني، وإن شاء الله مش راجع للتدخين تاني. الله أكبر. تاني حاجة، ما كنتش بصلي الفجر، والحمد لله بقيت أقوم أصلي الفجر دلوقتي وربنا يكرمني، وعايز حضرتك يعني تكلمني إزاي بقى ألتزم أكتر بحيث إن أنا أنزل أصلي في الجامع. يعني أنا كذا مرة كنت بنزل أصلي الفجر في الجامع، وبعديها بفترة كده ألاقي نفسي وقفت ما بقدرش أنزل. فيعني حضرتك تديني مثلا أو تتكلم معايا بحيث إن أنا إيه يعني تنورني إن أنا أنزل، أقدر أنزل أصلي. أنا بقوم قبل الأذان بصلي ركعتين إن شاء الله وبصلي الفجر، بس مش يعني حاسس ان انا مش قادر انزل اصلي في الجامع. طيب حاضر، جميل، ربنا يكرمك. حاجه الحاجه الثالثه حضرتك، في حاجه اخطر بقى من يعني من اليهود ومن كل حاجه. انا كنت بقلب في الدش بالصدفه كده، كنت قاعد مع واحد صاحبي بقلب في الدش بالصدفه، لقيت في قناه اسمها الحياه. القناه دي حضرتك تنصيريه، بيتكلموا عن المسلمين بطريقه غريبه جدا، وبيستقبلوا اتصالات بيتكلموا عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بطريقه غريبه، ويستقبلوا ايميلات بطريقه غريبه، وبيقولوا ان الاسلام يعني بيدمروا فكر المسلمين ضعاف الاسلام، بيدمروه. يعني انا حاسس يعني وانا قاعد بتفرج على القناه ديت كنت عايز اكسر التلفزيون مش قادر. فيا ريت حضرتك يبقى في قناه عندنا اسلاميه زي القناه ديت تكلم الناس عن الاسلام وتعرف الناس الفرق بين النصرانيه والاسلام زي ما هم بيعملوا. ما انا يعني استغربت من هم بيعملوه بصراحه. يعني بيستقبلوا ايميلات كده واس ام اس، واحد يقول مثلا سيدنا محمد لو طلع لواحد في المنام هي مش عارف هيقول له حارب، وهيقول لو كلم واحد هيقول لها وامراه مسلمه نوبت نفسها للنبي محمد بيدعو للقتال وللفساد، لكن الرب عيسى لو او الرب يسوع لو طلع الواحد هيقول له مش عارف تعالى ليا. كلام غريب يعني بيمسحوا فكر المسلمين الضعاف الاسلام. نعم. وتلاقي حضرتك واحد اسمه محمد بيتصل يقول انا كنت مسلم ومش عارف الرب عيسى او الرب يسوع جالي في المنام ولقيت نفسي غيرت وبقيت مسيحي. كلام طيب. غريب حضرتك يعني ماشي كل الشبهات اسمه احمد بيتكلم معاه وعمال يقرا في طيب الشبهات كلها بفضل الله معروفة، ربنا يبارك لك ويكرمك.
وأسأل الله عز وجل أن يزيدك فضلا وصدقا. والشبهات كلها مذكورة، يعني أنا فقط يعني لا أريد أن تعاد الشبهات مرة أخرى على قناتنا الطاهرة المباركة، لكن أفند إن شاء الله تعالى الشبهات بإذن الله عز وجل. طيب أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك لنا في عمرك يا شيخ. آمين يا رب. أسألك أن تدعي لي ولزوجي بالثبات ولابني أحمد أن يكون من حفظة القرآن الكريم. آمين يا رب. الله يثبتنا وإياكم ويجعلكم بيتا صالحا ويبارك في أحمد ويجعله من أهل القرآن. آمين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. ألو. أي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكلم الشيخ محمد حسن. تفضلي يا أختي. لو سمحت يا شيخ محمد. زي حضرتك. الله يبارك فيك. شيخ محمد، أنا زوجي ما بيصليش خالص، وبيبقى صاحي قاعد على الكمبيوتر لغاية الفجر، وفجر بيدن هو قاعد وما بيصليش خالص. يعني أنا كذا مرة وبنصحه وأقول له قوم صلي وكده بيزعل، لأن بنتي صغيرة بتقول له زيي، فبيزعل ويقول لي أنتي بتعلميها كده، طب أنا مش هقوم، ويزعل ويعاند. نعم. فأنا هو قاعد، أنا عايزة حضرتك تكلمه كده تنصحه. وبعدين هم أصحابه هناك في الشغل بيدلوا يعني أفلام إباحية وحاجات على الموبايلات وعلى الكمبيوتر، وهو بيملأ الحاجات ويجي يقعد يتفرج عليها. فأنا طيب. عايزك تنصحه كده، هو قاعد يعني لله كده. طيب عشان حاضر. نفسي واضح على الصلاة إن شاء الله. حاضر، ربنا يشرح صدره يا رب. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل صلاة آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد. أي نعم. إني أحبك في الله. أحبك الذي أحتني فيه. والله اني سعيد جدا اني انا بكلم حضرتك. الله يسعدك في الدنيا والاخره. اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ محمد. ربنا يبارك فيك. اريد اقول في الدعاء يا شيخ محمد. الله يثبتنا واياك على الحق. والله من ساعه ما فتحت هذه القناه والله مستفيدين منكم احلى استفاده والله. اللهم لك الحمد، اللهم انفع بها يا رب، جزاك الله خيرا. جزاكم الله خير الجزاء على هذه القناه يا شيخ محمد. امين يا رب واياكم، ربنا يحفظكم. لو سمحت يا شيخ بس كان عندي سؤال. تفضل. عندي ابن اخي يريد الزواج من ابنه خاله. وتقول أمه أنه رضعت معه رضعتين. قلت فلا يجوز له رضعتين. عاوز يتزوج من مين؟ من ابنة خاله. بنت خاله. أيوة. وهذه البنت اللي هي الأخت المتقدم لها هذا الأخ رضعت من أمه؟ رضع مع أخيها رضعتين. من أمه؟ من أم البنت. لا، هو رضع من أمها؟ هو رضع من أمها. خلاص لا يجوز له، لأن كل بنات هذه الأم صرنا أخوات له في الرضاع. يعني لا يجوز؟ لا يجوز له إن رضع من أمها رضعات مشبعات، فلا يجوز له أن يرتبط بأي بنت من بنات هذه الأم المرضعة، لأن كل بناتها أصبحنا أخوات له في الرضاع. جزاك الله خيرا وإياك. طيب جزاك الله خيرا. نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك الشيخ محمد؟ أهلا وسهلا. الحاجة أم فارس مع حضرتك. مرحبا بك يا أم فارس. أنا سعيدة. الله يسعدك. الحلقة اللي فاتت والحلقة دي ربنا راضي عني. الله يسترنا وإياك. بارك الله فيكم. ربنا يحفظكم. الله يكرمك، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم وأن يلبسكم ثوب العافية. آمين. يا رب العالمين. آمين يا رب. وأن يزيدكم شرفا على شرف. آمين. ورفع على رفع. آمين. اللهم آمين. آمين. يا حتة صغننة كده عايزة أقولها. نعم. والله لو اتبع كل الآباء والأمهات أسلوب الحب اللي حضرتك بتشيد بيه، والله أصبحت الأسر المسلمة كلها في منتهى السعادة، ومش هنشوف فيه أي فساد. نعم. والله فعلا فعلا جزاكم الله خيرا على هذا. ولي سؤالين. نعم. السؤال ده له شهور معايا، بس الأخت أقسمت علي إن ما أسأل حد إلا حضرتك. نعم. بتقول هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في العلاج؟ حاضر. على الرغم من إن الأخت المعالجة حافظة للقرآن، وبتقول إن يعني بتقول إن إنها أخت على خير وتتقي الله في كل شيء وبتتحرى الحلال وو إلى آخره يعني، وبتقول إن عندها دليل من كتب ابن تيمية على هذا الجواز إذا كان هذا فعلا صحيح، وبتقول إن برضو الشيخ ابن العثيمين يعني إدى فتوى في هذا. صحيح. هي صدقة. نعم. ولا لا؟ الله أعلم. طيب. في سؤال تاني، واحد من أبنائنا له عمل بيعيش منه، لكن بعض الأصدقاء والأهل بيكلفوه بشراء بعض الأشياء يعني. نعم. فهو بيشتري الحاجة اللي هم عايزينها من ماله الخاص، ولما يجي يدالهم بيزود مبلغ بسيط مقابل مجهوده ويعني المجهود والمشوار وكده يعني. هل يجوز له ده ولا طيب ده حرام؟ حاضر. جزاكم الله خيرا وإياك. وبارك الله فيكم. آمين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. كيفك يا شيخ محمد؟ بخير حال، الله يبارك فيكم. الله يطولنا بعمرك. آمين يا رب. ويحفظك في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وحياك من يحب ويرضى. آمين، جزاك الله خيرا. الله يطولنا بعمرك. والله أنا من زمان حاب أحكي معك. أهلا وسهلا، شرف لينا، ربنا يحفظكم. الله يخليك يا رب. تفضل شيخ محمد. أي نعم. الله يثبتنا وإياك ويشرح صدرك. الله وشكر الله لك على هذا. الله يبارك لك في زوجتك وفي أولادك. نحن ما نترك أبدا. أعزك الله، ربنا يحفظكم من كل سوء. الله يطول بعمرك. جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يرضيكم وأن يرضى عنكم. طيب طيب حاضر، نستقبل اتصالا أخيرا لأنني أريد أن أجيب على هذه الأسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك الشيخ. نعم. ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. أنا كنت مسجلة بالضمان الاجتماعي في واحد حال شركة ومسجلة بالضمان الاجتماعي وأدفع مقابل لكن لا أعمل، وسألت شيوخ قالوا لي اللي لا يجوز، وأردت أن أبدل هذا باسم زوجي، زوجي له محطة بنزين وسيدفع لي في كل شهر مقابل لكني لا أعمل، وعندما أصل إلى السن المعين أحيل أن معاش، هل هذا يجوز أم لا؟ أنا بكل أسف ضاعت كلمات كثيرة جدا مني، هل ممكن لو الأخت معي للتتصل يعني تسأل مرة أخرى؟ كنت مسجلة بالضمان الاجتماعي. ضمان اجتماعي. نعم. أيوة. والآن مع إنسان آخر في شركة وسألت بأنه لا يجوز وأنا نعم. لا أعمل. نعم. وأنا أريد الآن أن أسجل مع زوجي له محطة بنزين. نعم. هل يجوز هذا أم لا؟ طيب حاضر. وسؤال ثاني من فضلك. نعم. ممكن إذا كان أحد الأصدقاء أو أخوات يسألوني عن أي شيء وأنا كنت أسمع الفتاوي وأجيبهم بما سمعت، هل يجوز أم لا؟ حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أكتفي بهذا القدر من الأسئلة وأجيب سريعا على هذه الأسئلة حتى لا أخذ وقتا من بعد من أحبابنا وإخواننا. يعني شكر الله لأخينا الذي كان مبتلى بالتدخين فعافاه الله عز وجل وترك ذلك إرضاء لله ثم نصرة لإخوانه في أرض غزة، وأنا أقول بأن يعني هذه خطوة جميلة على الطريق. كل خطوة يخطوها المسلم على طريق الطاعة ويبتعد بها عن طريق المعصية إنما هي خطوة حقيقية على طريق النصر بإذن الله تعالى. لكن كيف ألتزم وأصلي الفجر؟ أنا أقول لك أخي الحبيب قد تستغرب، إذا أردت أن تصلي الفجر في جماعة فاترك المعاصي والذنوب، ترك الذنوب والمعاصي، لأن هذه الطاعة من أعظم الطاعات لا يوفق إليها إلا من تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا من صدق الله عز وجل فصدقه. فتب إلى الله، جدد التوبة دائما قبل النوم، واصدق الله عز وجل في أن يوقظك لصلاة الفجر، وخذ بالأسباب في ضبط المنبه أو تكليف أحد أحبابك بالاتصال عليك من الموظفين على صلاة الفجر. وإن استطعت أن تنام مبكرا بعض الشيء لتأخذ قسطا من النوم ولو ساعتين أو ثلاث ساعات في الليل هذا جميل، لكن أنا بقول لك إن صدقت الله صدقك، واترك الذنوب والمعاصي، لأن العبد لا يحرم من هذا الفضل إلا بذنب، إذ لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. فجدد التوبة والأوبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وأن يعينك إن شاء الله. أما بالنسبة لهذه القناة التنصيرية المعروفة، ولا يشرفني أن أذكر اسمها، ومعروف هذا زكريا بطرس، هذا الجائر الظالم الجاهل الذي لا يهرف بما لا يعرف، وأقول بملء فمي يهرف بما لا يعرف، ولا يحسن والله العظيم أن يقرأ آية قراءة صحيحة، وقالوا وما صدعوا رؤوسنا بأننا نريد من يناظرنا من المسلمين، وطلبنا أكثر من مرة وجرب أنت لتتصل لن يجاب،
اتصالك على الإطلاق، وأنا لا أدري من هؤلاء الذي يقول أنا كنت محمد ثم انتقلت من الإسلام إلى النصرانية. من محمد هذا لا نعرفه، ومن أحمد هذا لا نعرفه. لا ينبغي أن نخدع أيها الأفاضل بهذا، ويجب علينا أن نعتز بعقيدتنا وأن نثق بديننا، وواجب على علمائنا بفضل الله العقلاء أن يبينوا الحق، وأن يأخذ العقلاء أيضا على أيدي هؤلاء السفهاء، لأنهم بذلك يثيرون فتنة قد تدمر الأخضر واليابس. لأنه لا يمكن على الإطلاق أن يقبل مسلم عاقل على وجه الأرض أن يسب دينه وأن تسب عقيدته وأن يسب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولطالما ذكرت أنا بذلك وقلت يجب على العقلاء أن يوقفوا هؤلاء السفهاء الذين يسيئون لديننا وعقيدتنا وتوحيدنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أعلم خطورة هذا الأمر جيدا، لكن لا يليق أبدا أن يسب ديني وأن أسكت مهما كانت النتائج. لابد أن أبين الحق. فأنا يعني أنصح إخواننا وشبابنا ألا يسمعوا ابتداء لهذا الهراء ولهذا الكذب ولهذه الضحالة الفكرية والعقلية والعلمية وإلى غير ذلك من أنواع الضحالة، إذ لا يجوز لابن من أبنائنا أن يعرض نفسه على مثل هذا وأن يعرض على عقله مثل هذا الكلام إلا إذا كان صاحب عقيدة راسخة ثابتة صحيحة، وإلا إذا كان صاحب علم صافي. وإذا عرضت شبهة يعني بغير طلب منك أنت، إذا عرضت عليك شبهة فما عليك فقط إلا أن تعرض هذه الشبهة على العلماء، وبفضل الله تبارك وتعالى كل هذه الشبهات مردود عليها بالتفصيل في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وفي كتاب هداية الحيارة للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى والشيخ ابن تيمية وغيرها من الكتب كإظهار الحق في 4 مجلدات من أروع ما كتب، وكذلك الإمام ابن حزم الظاهري رحم الله الجميع. كل هذه الشبهات مردود عليها بقوة بفضل الله تبارك وتعالى. ويعني لا أريد أن أطيل النفس لأن الموضوع يحتاج بفضل الله إلى حلقات، ونحن في التفسير سنبين معتقدنا الصحيح بفضل الملك الجليل، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا أود أن الأخت التي قالت بأن زوجها لا يصلي وهو يسمعنا الآن، أنا أنصحه نصيحة صادقة خالصة لله تبارك وتعالى، وأقول له أخي الحبيب، نعم أنت أخي، ما عليك إلا أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إليه وأن تقوم الآن أصدق الله، أسألك بالله أن تقوم الآن وأن تغتسل أو تتوضأ إن كنت طاهرا، وتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، سل الله عز وجل فيهما أن يشرح صدرك وأن يطهر قلبك وأن يغفر ذنبك وأن يحصن فرجك. فالصلاة صلتك بالله سبحانه وتعالى، ولا يليق أبدا أن تعلم أنك محل خلاف بين فريقين لأهل العلم، فريق يكفر تارك الصلاة وفريق يفسقه. لا يقبل أي عاقل أن يكون محل خلاف بين فريقين لأهل العلم، فريق يكفره وفريق يفسقه. والصلاة عماد دينك ورأس دينك بعد التوحيد، وأول ركن من أركان الإسلام بعد نطقك بالشهادتين. فيجب عليك الآن، والأدلة في ذلك طويلة لا تسلط لذكرها، لكن أذكرك بآية وحديث. الله يأمرك ويقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فهل ترضى أن تخالف أمر الله؟ وهل ترضى أن تقع فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استعن بالله ولا تعجز، وأسأل الله أن يشرح صدرك وأن يردك إلى الحق ردا جميلا، وأن يطهر قلبك وأن يغفر ذنبك وأن يحصن فرجك، أنت وجميع إخواننا ممن ضيعوا الصلاة، إنه ولي ذلك مولاه. هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في العلاج؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجاز كما كشيخ الإسلام ابن تيمية، نعم في قول له، وكشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ومنهم من أنكر وقال بأنه لا يجوز أن يستعان بالجن المسلم حتى ولو كان في العلاج، واستدلوا على ذلك بأنه لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت لاستعان به في حروب مع الكفار وفي غير ذلك. فالمسألة فيها خلاف، لكن الضابط ما لم يكن في الأمر نوع من أنواع الشرك أو نوع من أنواع الظلم إلى غير ذلك من هذا الضابط، فأرجو الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر فيه سعة.
واحد الأخ اللي بيعمل وبيشتري من مال الخاص وبعدين يبيع ويزود ويأخذ هذه الزيادة في مقابل تعبه وشرائه، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى في أخذه لهذه الزيادة التي يضعها على سعر السلع الأصلي في مقابل أنه ذهب وراح وتبضع واشترى ثم أتى بالسلعة لمن يحتاجها في مكانه. الضمان الاجتماعي، الأخت الفاضلة التي تسأل، أقول لها لا يجوز لك أن تأخذي هذا المال من الضمان الاجتماعي ما لم تتوفر هذه الضوابط والشروط المعلومة. أما إن كنت في حاجة حقيقية فعلا فلا حرج عليك أن تأخذي وأن تأكلي بالمعروف، إذ أن الدولة والأمة مسؤولة عن إطعامك إن كنت في حاجة إلى الطعام وفي حاجة إلى الشراب، فخذي على قدر حاجتك إن كنت في حاجة. أما إن كنت الآن في كنف زوج ويضمن لك بفضل الله الحياة الكريمة والمعيشة الكريمة فلا حل لك أن تأخذي هذا لأنه ليس حقا لك، فالمقاصد لها أحكام الوسائل والله تعالى أعلم. تسأل عن أنها تجيب بعض الأخوات بما تستمع إليه من العلماء، لا حرج في ذلك ما دام نقلك أيتها الأخت الكريمة للفتوى نقلا أمينا ونقلا منضبطا، لا حرج عليك. أختم اللقاء باعتذار صريح جدا مني، أعتذر اعتذارا شديدا جدا بكل اللغات بكل معاني الحب لأي أخ مسلم ولأي أخت مسلمة قد أساءت إليها قناتنا الحبيبة قناة الرحمة في أي برنامج من البرامج الماضية في أحداث غزة. ربما يكون قد اجتهد بعض مذيعين في برنامج من البرامج واستضاف بعض أحبابنا وبعض إخواننا فأساء بعضهم في كلمات. أنا أعتذر كمسؤول عن قناة الرحمة اعتذارا صريحا جدا بكل حب وبكل تواضع، وأقول لكم سامحونا، وأنا متحمل لهذا الخطأ، ووالله ما نقصده وما نريده. فإن كان قد أخطأ أخ من إخواننا المذيعين أو المشايخ في أي برنامج من البرامج وقال كلمة يعني أساءت إلى أي أحد أو إلى أي جهة فأنا أعتذر عنها غاية الاعتذار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطأنا وأن يغفر لنا زللنا. والكمال لله وحده والعصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تعودنا منكم الكرم، فأسأل الله أن يكرمنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يقر أعيننا وإياكم جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. وأنا ورب الكعبة لا أرى حرجا على الإطلاق أن أضع أنفي على التراب ذلا لله وتواضعا لإخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين ونعوذ به من خشوع النفاق والمنافقين. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.